النظرة القاتلة، النظرة الدموية، النظرة البومبستكية. عارف انكم مصدومين، والله العظيم عارف انكم مصدومين، لان الكزز باقي حي يرزق، لكن يا اخوان باذن الله راح اصلح الموتر. تعرفون انه في صدمه ورا، السياره كانت واقفه عند البيت وفي مندوب غبي صدم السياره من ورا، ف باذن الله راح اصلحها اليوم وبكره، وبعدها راح نعرضها للبيع. يا اخوان مثل ما تشوفون السياره ما فيها حكة وكاله جديده، ما فيها ولا اي صدمه. استقبل السياره اقول ما فيها صدمه، السياره بس فيها حكة بسيطه اللي هي ورا في الصدام، ولا شيء اصلا، يمكن حتى تتلمع بسيطه يعني. والسياره ماشيه 65,000 الربع، حتى ما مشت شيء، موديل 2021، داخليه جملي، برا اللون فضي، تحسونه كذا فضي في النهار وبالليل ذهبي، يعني لونين في لون واحد ما شاء الله تبارك الله، مع حمايه مع كل شيء. الموتر جديد يا الربع، الموتر جديد واستعمالي انا. قد شفت واحد يسافر خط ما يتعدى 120؟ اي هذا انا، يعني ما شاء الله الموتر ومكيفه ثلاجه ما شاء الله. من الله يسعد صاحب الهدية، أنا يهمني إني أقرأ وأشوف من اللي مرسل لي الهدية ومن مكلف على نفسه، بيض الله وجهه. خلنا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أمزح معاكم، خلنا نشوف. شكلك ناسي إيش؟ ناسي هذه لغة فارسية ربع اللي قاعد أشوف. المهم ما زعجتني الحمد لله، حبيت أذكرك شهر ميلادك بالهجري، عامك سعيد يا رب، أختك حنة. ها أول شيء بيض الله وجهك يا حنة. بس دقيقة، يوم ميلادي بالهجري، ايه انا مرة تعب احتفل ربيع اول شهر، انا مولود شهر 3 يوم 20 3، احنا اليوم 10، لا باقي 10 يوم، الحمد لله الحمد لله. لا يا ربيع ترى امزح معكم اطقطق، والله اذكر في عفوسكم ما قصرتوا معي، فش اسمه ذا بالميلادي عرفتوا الهجري، لا تكلفون على انفسكم. الله يسعد الشياحن، والله بيض وجه الشياحن، والله يرزق يا حنا، والله يعوضش. ايوه جاء وقت الحين احنا نفتح الهديه، بنشوف ايش فيه في هذه الهديه. طبعا الكراتير الكبيره انا احبها يا رب. لا اوفرت صح، باقي ما فتحت الهديه. يا سلام دقيقة، الهلال عندهم شنط يا ربع، شنطة الهلال من المتجر نفسه يا ربع، ما شاء الله تبارك الله، يا سلام على الهدية. اتوقع اي اتحاد او اي اهلاوي او اي نصراوي بيشوفوا في المطار اقول لكم بيسوي لهم مصيبه. شوف يا ربع، يا ربع بسرعه، تبون اجيب راسكم ولا لا؟ اخلصوا علي، تبون اجيب راسكم؟ طيب دقيقه شوفوا، يا ويلي يا الطاقم مع الشنطه، وين اللي يقولوا مو هلالي؟ وين اللي يقولوا مو هلالي؟ انا كيف بشوف المطار المره الجايه؟ طن طن النداء الاخير، رجاء من جميع الهلاليه الكرام التوجه الى الطائره، هذا النداء الاخير. مستحيل تخلوا اروح المطار زي كذا، حتى سالم الدوسري ما سواها، تشوفون؟ شوف احس الهلالي بزياده صح؟ لا 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 يا لا 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 يا نفي يا حبيبي بي وش جابك. سبحان الله يا اخوان، ترى مو شرط الواحد يكون اشباهه، يكون اوادم والله. ايش بك بس دقيقه، خلينا نحمل هنا
حسوا مقطع فيديو يلا دقيقة لا ما زبط لا مرة بلا يلا واحد رين يلا بسم الله يلا واحد رين لا الله يستر يا رب يسترنا بستر يا رب اخذنا الاغراض حق المقطع الله يستر انا مقطعي نيدو مع مويه ورد ما اخذ فهمتوا نيدو مع حليب ورد يا شيخ كنت انا جزر على برتقال على اكليل الجبل على اعشاب بحري والله انا ما راح اذوق انت بتذوق والله تذوق والله تذوق رجع يبغى رجع ليش ما في تبارك الله يا الجو شوفوا كيف اللي نيف صح والله ولا طب الشباب فيه ولا انت العج والغبار والنفس ايش بالكم بس امس الكاسه حقت القهوه طب لا تفضح اللي صار في اليوتيوب لو سمحت ايوه تعجبني المهم شوفوا كيف مين انا ليه الواحد زعل زين ولا كلمه الواحد في هالجو يا الربع قاعده كذا فرشه مع ذاك الشاي سوالف كذب في كذب وهبت اوه يا سلام ويعزم كذا على الفطور الله فول معصوب ايوه وربي معصوب تحط لي عسل على جنب كورن فليكس على جنب خبز على جنب صح والله كذا يعني تاكل لحالك ايوه انا ولا هو لا هو ياكل حالك كذا احس انك تعزز لا انت يا بابا ايش فيك انزل مو سيارتك انزل طيب مو سيارتك اوكي ورد خالك على عيني على راسي بس يعني ايوه تعجبني يطلب كل شيء معزول يا ناس عزل الحال يا ناس اسكتوا الجو والجو افتح النفس اسكتوا خلوني بس اطالع والله انت غلطان طلعت معانا والجو حلو انا فطرت كثير في حياتي لكن ما عمري في حياتي سمعت ان في مطبق كبده هذا شيء جديد علي مر في حياتي والله ما في شيء اسمه مطبق كبده تتبقى دوقي بعد العصيرات انا بحاول ان انا اكل والله صدمات طلبات واحد طالب معصوب تمر قشطه واحد تمر على جنب قشطه على جنب يجيب لك صحن بس تخلط مكونات واو يا الربع ها الشفاحه هذه عزوزه تاكل عزوزه تاكل اخويا بمشي يا اخوي بطلع يا دعب عليك ليش تمشي بدري طيب وخر على الموتر يا اخي بطلع ترى كلها دي ضغطة بنزين ترى انا مأمن ترى كلها هنا المركز قريب ونجم قريب واطلع سيارة جديدة